أحمد السلمان من أبرز الأسماء اللي كنا نشوفها وبشكل مستمر في أعمال الفنان الراحل القدير عبد الحسين عبد الرضا اللي أسند لهذا النجم الكبير من الأدوار على مستوى المسرح والتلفزيون، لأن صار المشاهد متعود أنه يشوف السلمان سنيد مبدع للراحل أبو عدنان. لو نسترجع الذاكرة مع ضيفنا راح نلقى أبدع في مشاركة أبو عدنان في زمن الإسكافي وأبو الملايين والعافور، وفي المسرح استعان فيه بكاركتر كوميدي بمسرحية قناص خيطان. يلا عمي توتي مولادي تلح لح قول سماشا ما أدلي تبيه ها ما أدلي تعالي بني خلاب بالجوت يا بني بتنتوتي انت من ستي الثقة اللي منحها الراحل أبو عدنان للسلمان أكيد لها قصة، وأكيد ضيفنا اليوم له ذكريات جميلة مع أبو عدنان في الأعمال اللي انعرضت في رمضان، وهالذكريات راح تكون محورنا الجاي. أنا أحبك، أنت دايما ضدي، عساك ما تسمع أي خبر لا صدقتهم. أنا وفي، أنا بالنسبة لك وفي، الله يهداكم أنتوا المسؤولين، أنتوا اللي وياكم واللي ضدكم مثل. أنا من حبي لك قايل فيك قصيدة إيش حلوها. ايه ابو فهد للامانه رحمه الله عليه ابو عدنان، يعني احنا لما نشوف هذه الاعمال اغلبها كانت اعمال رمضانيه تذكر وما زالت تعاد. غير كذي يعني ابي اقول شغله، رمضان من غير رحمه الله عليه ابو عدنان غير. اي والله كلمنا عن هذه الباقه اللي قدمتوها مع بعض مع المرحوم من خلال الاعمال الدراميه الرمضانيه تحديدا. الله يرحمه ويغمد روح الجنه. انا من مدرسته طبعا استاذ الله يرحمه فنان القدير عبد الحسين عبد الرضا، ويعني وتربيت على الاعمال من قاصد خير، يعني قاصد خير واعمال كثيره يعني اشتغلناها مع بعض. يعني يمكن انا اكثر ممثل يعني مثل معاه في وتعلمت منه يعني اشياء وايد، يعني حتى برا 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 يعني في تصويري في البيوت او اي مكان ادش، يعني اثناء التصوير يعني يقول لك انت يعني لازم يعني الجمهور ياخذ عنك فكره حلوه، ما ياخذ عنك فكره مو زينه، وبنفس الوقت يعني تحترم زملائك اللي معاك في العمل. صحيح. يشتغلون معاك لازم تحترمهم، ما تتاخر عليهم، تكون ملتزم بمواعيدك، اذا 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 سويت شيء يعني يعني انا من سنتين قاعد اصور مسلسل، من سنتين معي ممثله من الممثلات يعني هي قديره وممثله قديمه يعني قديمه حيل، دشينا بيت مهنه في جنوب السره، ريال طيب يعني من اروع ما يمكن، صاحب البيت اي وريال يعني بيت ريال، اقول لك من طيب يعني من طيب، هذا الريال طيب ماجر البيت ب 100 جاب لنا غدا 150 مسكين طيب اي فاسمع صوت الممثله، انا من تكرم حمامي بروحي ما حد يدش بالحمام، شنو هذا؟ ليش قاعد تقول كذي؟ هذه بيت الناس مو بيتك. فيعني الريال قلت له معود ما يخالف، يمكن على اللي تعلمتوه من الفنان المرحوم عبد الحسين عبد الرضا غير ولك قاعد تصور. بعدين يعني صارت كذا مره زميله بالليل تبي تصور، كان يقول انا تعبت ابي امشي جاي من المهبوله للمكان، تعال بمشي. يعني النجوميه ما تطلعها انت على زملائك. صحيح. على ربعك يعني طبعاً. انا قاعد اصور معاه بالمستشفى ومطحونين مثل ما تقول اخطاء ميتين، وينها؟ كان يقول راحت تسجل الفويس. زين واحنا هدى التصوير، الفويس ممكن تسجله باي وقت. يعني يوميات ما اعتذرت، ما قالت انا اسف، قالت ترى سلمان شاب عنده ودق على المنتج ودق على الدنيا واصل حده، ونزلت انا تحت قلت إيه؟ يعني انا متعور وعلي لفاف وبالعنايه، نزلت تحت امشي، قال شنو يمرون العالم يقول ايش فيه خبل طالع، ما يدرون يعني وجه مربط. يعني اول حرفين من اسمها ابو فهد. لا احترمت الزماله، لا احترمت. الله يرحمه ابو عدنان، الله يرحمه، اقسم بالله يحترم الصغير قبل الكبير، يحترم الكل، يقدر الكل، اقسم بالله العظيم. يعني قدوه تحسها بالشارع في التصوير، قدوه لنا. انت فنانه يعني ولش تاريخك ولش اسمك يعني وبطله نجمه، بس ما تصيرين نجمه على زملائك على والله العظيم كنت قاعد سنه ما مثلت، سنة كاملة مالي خلق، كل ما أتذكر ومن أشوفها أقلب التلفزيون.
يعني خلاص خذيت منهم يعني مو مواطنه يعني انا شوف الهام شوف المناء يعني شوف شوف الهيئه شوف انتصار يعني هذول الناس لما تمثل معاهم ترتاح.